بسم الله. مرحبا فيكم أحبائي، كيفكن؟ اليوم حنسلق عرانيس الذرة بطريقة جدا مميزة وحناخد نكهة رائعة. أصلا مين ما بيحب عرانيس الذرة بجميع حالاتها طيبة. بعد ما صفيناهم بالطنجرة ححط فوقها مي، مي عادي من الحنفية. بعتقد بكفي هالقد بس لحتى ينغمروا عرانيس الذرة. عندي هون كوب من الحليب، ومش زبادي، هذا حليب. حتى إذا عندكم حليب بودرة كمان فيكن تخلطوه مع المي، كمان بيمشي الحال. صدقوني ما حيأثر على الطعم أبدا، حيعطي لعرانيس الذرة طراوة مش طبيعية. سمي بسم الله. ونصف ملعقة طعام من الملح، بحركهم شوي هيك على الخفيف. هلا حننتقل على الغاز. نقلت على الغاز، وهيدي الخطوة يلي عملتها هي إضافة الحليب يلي كتار حيستغربوها. صدقوني حتفرق معكم بالطعم 180 درجة. مش حتاخدوا نكهة الحليب بوعدكم، بس حتاخدوا طراوة نكهة العرانيس الذرة الأصلية الحقيقية يلي عن جد حتاكلوها وتستمتعوا فيها. هلأ حغطيها وعادي انطر عليها تتستوي مثل ما بنسلق عرانيس الذرة بالعادية، وفرجيكم النتيجة بالآخر. حضف لها لسه كباية من الحليب لأنه الكباية اللي عندي صغيرة. انتو اذا كبايتكم كبيرة ما عليه، كوب واحد بكفي، بس انا لانه اللي عندي هي الكوب صغير مشان هيك رجعت ضفت وحدة. بتركها تكمل استوى. على فكرة هي التركات البسيطة يلي بيترك اثر كبير وبيخلي يكون في فرق كتير كبير بين فرق الطعم بالبيت والطعم بالمحلات. والحمد لله نحن هلأ بزمن السوشيال ميديا فينا ناخد الأسرار يلي بيستخدموها بالمحلات ونطبقها عنا بالبيت، بس زيادة عن هيك شغل نظيف ومرتب وعارفين حالنا شو عم ناكل. بعتقد بكفي هالقد، صاروا مستويين. ريحتهم كتير طيبة عن جد. فيديو اليوم هون بيخلص أحبائي، بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم هالحلقة وجربوها ما حتندموا صدقوني. وإذا جربتوها اكتبولي تحت بالكومنت، كتير بنبسط لما بتكتبولي يا ليلى وجربت وصفتك وطلعت كتير طيبة. وبنهاية الفيديو ما تنسوا تحطوا لي أكبر لايك، وبتشوفوني بفيديوهات جاية. باي. رهيبة عن جد رائعة. نصيحة مني أنا ليلى جواد، اعتمدوا هيدي الطريقة. اصلا نكهة الحليب منا مبينة فيها ابدا، بس صايره جوسي اكتر، صايره مليئة بالعصارة اكتر. نكهة العرانيس الذرة اقوى واطيب باضعاف عن جد. ما حاحكي اكتر من هيك، جربوها وانتو احكموا بنفسكم واكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رأيكم.